المباراه وكيفاش كانت الاجواء ديالها وكيفاش الانتصار. انا الانتصار كنبغي نهدي اللاعبين اللي قاموا بواحد المجهودات جباره الصراحه ضحاو بزاف بالرغم من النتائج السلبيه اللي كنمروا بها في الشامبيونه، مع ذلك قدموا واحد المباراه كبيره. وتنبلغوا التحيه للاخوان ديالنا الجزائريين، تهم اللي قاموا بواحد المقابله هي في المستوى، وكنتمنوا ان شاء الله الاهم ديالنا هو الشامبيونه باش نرفعوا المكانه حيت هذه الرتبه ما كتستاهلهاش كوكب مراكش.